ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال الصحابة قالوا ذي الخمسة رجال صالحين عبدوا في من قوم نوح من قبل قوم نوح فبعثه الله عز وجل لينهاهم عن عبادة هؤلاء. والعبادة هي حق الله تبارك وتعالى، لا يشاركه في العبادة ملك ولا نبي ولا رسول ولا صالح ولا طالح، وما في إساءة في هذا، وإنما هذا حق الله. أتدري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والقرآن مليء بالأمر بعبادة الله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال العلماء علماء التفسير ومنهم البغوي قال اعبدوا الله يعني وحدوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم، ما تجعلوا معه أنداد، لا في حلف ولا في ذبح ولا في نذر ولا في خوف ولا في شيء من العبادة، العبادة لله. ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص، الله داير الدين الخالص، الدين المخلوط الله ما يقبله. ربنا قال في آخر آية من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شنو أحد. الزول الدائري قابل الله والله رضيان عليه يعبد الله وما يشرك به شيء. أما إذا عبد غير الله من الأصنام والأنداد والأشجار والأحجار والنجوم والموتى والمقبورين فإنه لا وزن لأعماله. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فنوح عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله وحده. ربنا قال في القرآن أيضا عن إبراهيم عليه السلام ولما أراد أن يصلح المجتمع بدأ بالأقرب، بدأ بأبوه طوال ودعا أبوه للتوحيد ودعا أبوه إلى إفراد الله بالعبادة. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كلام بتلطف وكلام موزون وكلام بأسلوب راقي. قالوا يا الله يا 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 أبتي أنت بتعبد ألا بسمعك ولا بشوفك ولا عارف حالك. ووقعت المناظرة أو المجادلة بينه وبين أباه في هذا الموضوع إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نهاية الآيات من سورة مريم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا قومه إلى هذا الأصل وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا هو أصل الإصلاح. أصل الإصلاح أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أيضا في مجتمع فيه من الشر ما فيه، وفيه من الفساد ما فيه، وفيه من سفك الدماء ما فيه، وفيه من وأد البنات، وفيه وفيه، وأيضا فيه وعلى رأس ذلك عبادة الأصنام والأوثان التي كان المشركون يعبدونها من دون الله. كانوا يعبدوها، يعبدوا منات وهبل وإيساف
ونائلة وغير من الأصنام 360 صنم حول الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام صعد جبل الصفا وقال يا صباحا أو صباحا، فاجتمعت إليه بطون العرب فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الإنسان الدائر يفلح يحقق لا إله إلا الله، يعرف معناها ويعرف نواقضها ويتقيد بها ويحبها ويتعلمها ويدعو لها حتى ينجو ويفلح يوم القيامة. عشان كده المشركين اتعجبوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، والمعبود بالحق هو الله تبارك وتعالى. أي عبادة لأي مخلوق ولأي إنسان أو ملك أو جن هذه عبادة باطلة ولا تصح. ربنا قال أو قال ربنا سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فعبادة الله حق وعبادة ما سواه باطلة. العبادة العلماء عرفوها قالوا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة والله بيحبها، إنسان يصلي لله فصلي لربك وانحر. والذبح عبادة والله بيحبها، ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك التوكل عبادة يحبه الله، ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وربنا يقول وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكذلك الدعاء عبادة ومن أعظم العبادات وربنا بيحبه، بل ربنا أمرنا إنه ندعو، ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا بأن ندعوه وحده ونهانا أن ندعو معه غيره. الله أمرنا ندعو براه ونهانا ندعو معه غيره. ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين، أي من المشركين. وربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وربنا يقول أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأساس الإصلاح الدعوة إلى تصحيح العقيدة والدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. بعد الناس يوحدوا الله، الله يفتح البركات من السماء والأرض، والله بيد الله يسخر لنا الأمن والتمكين والرفعة والعزة. ربنا يقول في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، دي من ثمار التوحيد ومن ثمار إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. من ثمراته ربنا يمكن لنا ويبدل الخوف إلى أمن. ربنا يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرط عشان ربنا يأتي بالأشياء دي وهذه الأمور التي يحتاجها الناس في حياتهم، الشرط إنه يعبد الله براه، ما يعبد معه غيره، ما يعبد معه قبر، ما يعبد معه ميت، ما يعبد معه ملك، ما يعبد معه نبي. العبادة لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلق الجن والإنس عشان يعبدوا براه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله ندا لا في الدعاء ولا في الحلف ولا في الخوف ولا في الذبح ولا تعلق ما تعلق في رقبتك حاجة، ما تعلق في ضراعك حاجة، ما تعتقد في ميت، ما تعتقد في قبر، ما تعتقد في دجال، ما تعتقد في كاهن، ما تعتقد في ست ودع. خلي عقيدتك في الله سليمة، والله ده أصل الإصلاح. ونحن ما عندنا حاجة أغلى من الموضوع ده ندعو لها الناس. لو الناس أديناهم أموال الدنيا كلها وكتمنا الحق وكتمنا التوحيد لكنا من الغاشين للناس. لكن أغلى حاجة بنقدمها لأهلنا في جميع القرى والبوادي والمدن والأرياف ندعوهم إلى هذا الأصل العظيم الذي بعث الله عز وجل من أجله الرسل وبعث من أجله الأنبياء والرسل. ربنا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربنا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. أي رسول بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمر بهذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك سار على هذا الطريق وأصلح المجتمعات التي بعث فيها. ربنا قال في القرآن واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بالتوحيد الناس بيجتمعوا، بالتوحيد ما بيجتمعوا بالأحزاب ولا بيجتمعوا بالجماعات ولا بيجتمعوا بالقبليات ولا الجهويات. الذي يجمع الناس تجمعهم هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إفراد لله بالعبادة ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لما نقول للناس ده أصل الإصلاح في ناس ما بصدقوا، والله ما بصدق. تقول له يقول لك يعني كيف يعني؟ يقول لك الآن في خبراء اقتصاديين وفي معارف لك محللين سياسيين وفي وفي وفي، لكن ما بصدقك لما تقول له ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التغيير الحقيقي إنه الناس تغير العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة التي اعتقدها الناس في غير الله، في الأموات والغائبين والمقبورين والقباب والأضرحة، يصلح ويغيروا. ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالناس بيصدقوا كلام الخبراء الاقتصاديين وما بيثقوا في وعد الله. ربنا يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ده كله لمن الناس يرجعوا لله سبحانه وتعالى رجعة حقيقية ويتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام متابعة حقيقية ويتركوا التحزبات ويتركوا الجماعات ويتركوا الأحزاب والطرق ويمسكوا في طريق واحد هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ده اللي بيصلح الناس، إنه الناس يعبدوا الله براو بننتصر على الأعداء. ده اللي بيصلح الناس، اقتصادهم بيبقى كويس إنه يفردوا الله بالعبادة. ده اللي بيخلينا نتمكن في الأرض إنه نعبد الله براو وما نعبد معه غيره. والله إذا أصل الإصلاح واقرأ السيرة النبوية واقرأ القرآن وانظر إلى ماذا
وانظر إلى الأنبياء بماذا أصلحوا أقوامهم. شوف الأنبياء دير بعثوا في مجتمعات غريبة ومجتمعات عجيبة فيها من الشر والفساد ما الله به عليم. ربنا ذكروا لك في القرآن. شوفهم بدوا بشنو؟ بدوا بأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والشركاء مع الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا وحد الله بعد ذلك يقبل حكم الله، لكنه ما وحد الله كيف يقبل حكم الله؟ عشان كذا ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبهذا تنصلح ينصلح الحال، وبهذا الناس الآن اللي بتشكي من الضيق والشدة الأمور بتبقى كويسة، لكن لطالما ابتعدنا عن الدين ووقعنا في الشركيات وفي البدع. شركيات زي شنو؟ دعاء غير الله، الحلف بغير الله، الذبح لغير الله، إتيان الكهان والسحرة والدجاجلة والعرافين، والاعتقاد في غير الله أن فلانا يحيي الموتى وأن فلانا وفلانا يعلم الغيب وغيره. دي كلها من الأمور التي ينبغي أن تعالج. والله ينبغي على الدعاة الناصحين المخلصين الذين يريدون إصلاح المجتمعات أن يبدأوا بهذا الأصل العظيم الذي هو أصل الإصلاح. ده أصل الإصلاح، عشان كده الأنبياء كلهم دعوا إلى هذا الأصل. فالكلام يطول، ودي مقدمة إن شاء الله، والمشايخ من بعدي سوف يتكلمون. فنسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.